مرحبا بكم على قناتكم بلال الواسكا. في هذا الفيديو قررت أن أشارك معكم مشكلة واجهتها لمدة تقريبا شهرين على الكمبيوتر الخاص بي مع ويندوز 11، وهي مشكلة تشنج الجهاز عند الضغط على Alt Tab. فعلى سبيل المثال أكون ألعب لعبة معينة، بالخصوص لعبة فالورانت، وأريد العودة إلى سطح المكتب لكي أقوم بغرض ما. أضغط على Alt Tab، خلاص النظام هنا يتم عمل له فريز ويتشنج الجهاز بشكل كامل، ولا أستطيع أن أقوم بعمل أي شيء على الكمبيوتر، ويجب علي أن أقوم بإعادة تشغيل الكمبيوتر. وفي كل مرة كنت أقع في هذه المشكلة كان يجب علي أن أقوم بإعادة تشغيل الكمبيوتر، حتى أنني لم أعد أقوم بالضغط على Alt Tab لكي لا أقع في المشكلة. واستمريت على هذا الحال لمدة تقريبا شهرين. طبعا قمت بالبحث عن حل هذه المشكلة ولم أجد أي شخص يتكلم عن هذا الموضوع، وعندما وجدت الحل قررت أن أشاركه معكم في هذا الفيديو. ووجدت أن سبب هذا المشكل في الأصل هو من الأوبتيميزيشن الخاص بتعريفات كارت الشاشة مع ويندوز 11، خصوصا كروت إنفيديا. ففي الوقت الحالي من تاريخ اليوم لم يصدر أي تعريف يقوم بحل هذه المشكلة منذ إصدار ويندوز 11، فبعد مرور أيام من الممكن أن يتم إصدار تعريفات جديدة على كروت إنفيديا يقوم بحل هذه المشكلة. فأنت أول خطوة سوف تقوم بها هو التأكد من وجود تعريفات متوفرة لكارت الشاشة. ففي حالة ما وجدت تعريف جديد فمن الأفضل أن تقوم بتثبيته، فمن الممكن أن يتم حل هذا المشكل مع طرح تعريف جديد لكارت الشاشة. أما بالنسبة لي فلا يوجد أي تعريف جديد لكارت الشاشة يقوم بحل هذه المشكلة، لذلك سوف نقوم بعمل حل يدوي. أول خطوة سوف تقوم بها سوف تقوم بالضغط على اللعبة التي تواجه معها مشاكل تشنج عند الضغط على Alt Tab. فعلى سبيل المثال في الحالة الخاصة بلعبة فالورانت، بعد ذلك تضغط على Properties، ثم تختار من البار العلوي خيار Compatibility وتقوم بتفعيل هذا الخيار Disable Full Screen Optimization. بعد ذلك سوف تضغط على Apply ثم OK، ثم تمر إلى تطبيق الخطوة الثانية. سوف نقوم بالضغط على أيقونة Start، بعد ذلك نضغط على Settings، ثم نختار خيار Display، بعد ذلك آخر خيار Graphics، ونختار الخيار الأول Change Default Graphics Settings. سوف تجد هذا الخيار On، يجب عليك أن تقوم بتحويله إلى Off، وبعد الانتهاء سوف تقوم بعمل Restart للكمبيوتر الخاص بك، وسوف تقوم بتشغيل اللعبة التي كنت تعاني منها مشكلة التشنج عند الضغط على Alt Tab، وسوف تجد أنه قد حل المشكل. هذا كل ما في الأمر بالنسبة لشرح هذا الفيديو. إذا أعجبك هذا الشرح لا تنسى الضغط على زر لايك. إذا كنت غير مشترك في القناة فيمكنك أن تشترك في القناة لكي تدعمني بتقديم شروحات أفضل. كان معكم بلال من قناة بلال الواسكا، وإلى اللقاء.